سير في المحلوب بكرة لقد تم اقتناء جهاز جنراتور دوكسيجين من طرف محسنين من مدينة بني صاف. جنراتور هذا جاء من مدينة ألمانيا لا مارك تاع بيرك. سعة الجنراتور هذا 37 متر مكعب، يعني بمقدار 610 لتر في الدقيقة. الآن رانا نقوم بتركيب الجهاز. هذا الجهاز هم من الأوائل اللي دخلوا للجزائر. التقنية تاعها راها جديدة بالنسبة يعني بلادنا. احنا نقوم بمجهودات جبارة باش يكون التركيب تاعها في أقرب وقت. أولا بهذه المناسبة أترحم على كل موتى كوفيد سواء بمستشفى بنصاف أو على التراب الوطني، كما أترحم كذلك على شهداء الواجب الوطني الذين قضوا في الحريق. أكو تعرفوا جبنا دانيغمو جبنا مولي